شهدت مجموعة من الأحياء بعمالة مكناس ميلاد مجموعة من المشاريع الاجتماعية والتربوية في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصصت لها اعتمادات مالية تناهز 13 مليون و912 ألف درهم. وهمت هذه المشاريع إحداث مركز للرعاية الاجتماعية ثلاثي الصبغي بالجماعة الحضرية سيدي سليمان بغلاف مالي يقدر ب6,600,000 درهم، ساهم في تمويله صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 4,600,000 درهم. إطار تفعيل برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، تم إعطاء الانطلاقة لمشروع مؤسسة للرعاية الاجتماعية لفائدة الأطفال ثلاثي الصبغي 21. هذا المشروع اللي تم إنجازه بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإضافة للتعاون الوطني والجامعة الحضرية لمكناس، يروم طبيعة الحال توفير مرفق يتكون مجموعة من 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 من, من يقدم مجموعة من الخدمات لفائدة الأطفال، منها التعليم، منها يعني التربية والتكوين، منها الموسيقى، منها التكوين في ورشة الطبخ والحلويات. وهذا من شأنهم طبيعة الحال إدماج هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني في النسيج السوسيو مهني وكذلك النسيج الاجتماعي. يتوفر المركز الاجتماعي التربوي سيدي بوزكري على عدة قاعات ويقدم عدة خدمات. يتوفر المركز على عدة قاعات، منها ما هو تربوي وما هو مخصص للتأهيل الحرفي. القاعات، هناك قاعة مخصصة، قاعة حضانة، قاعتي للتعليم الأولي. ويشار إلى أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مكناس صدقت خلال شهر أكتوبر الماضي على مشاريع بقيمة تفوق 16 مليون درهم، كما عقدت 3 اجتماعات برسم سنة 2017 تمت خلالها المصادقة على حوالي 100 مشروع بغلاف مالي يناهز 4.72 مليون درهم.